بطولتا المملكة لكرة الهدف ولعبة البوتشيا التي أقيمت بنادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، وهي رياضات أبطال ذوي الإعاقة التي جهزت لتلائم مهاراتهم الخاصة. نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية تحت مظلة وزارة الرياضة مكتب المنطقة الشرقية، وتشرف عليه اللجنة البارالمبية السعودية. طبعا يستضيف نادي المنطقة الشرقية بطولة كرة الهدف للصعود للممتاز للإعاقة البصرية، وكذلك لعبة البوتشيا للشلل الدماغي على مستوى المملكة العربية السعودية. تضافرت جهود الجهات المختصة بالإعاقة البصرية والشلل الدماغي لتقديم الدعم والمساعدة. هناك مبادرات من نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية مصاحب للبطولة، منها إقامة معرض مصاحب يشترك فيه جميع الجهات ذات العلاقة بالإعاقة البصرية والشلل الدماغي، مثل الجمعية السعودية للتربية الخاصة جستر، مؤسسة البسام، جمعية إيفاء، بعض الجمعيات برضو المشاركة معنا مثل جمعية مضر لتقدم خدمات لذوي الإعاقة. البطولة استهدفت في رياضتها فئتي المكفوفين وذوي الشلل الدماغي من مختلف مناطق ومدن المملكة للصعود إلى نهائيات الدوري الممتاز. طبعا البوتشي كتاريخ البوتشي في المملكة من 2017 تقريبا أقيمت أول بطولة على الصالة الخضراء في الراكة. طبعا استضفنا بعض الأجهزة والأدوات من مملكة البحرين. بدأنا فيها في بطولة مسقرة تقريبا، الحمد لله نجحت، بدأت انتشارها في بين الأندية. طبعا عندنا 16 نادي على مستوى المملكة. بلغ عدد رياضات المملكة لذوي الإعاقة 10 رياضات لأربع إعاقات، وتأمل فرق الأندية توفير كافة مستلزمات الدعم للنهوض من مستوى قدرات أبطال ذوي الإعاقة في المجال الرياضي. أسماء العمري، الإخبارية، الدمام.